طبعا هو الشهر التاسع في التقويم الهجري والذي يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يعد أحد أركان الإسلام، حيث يمتنع المسلمون في أيامه عن الطعام والشراب إلا من كان له عذر مباح. يبدأ شهر رمضان عند الإعلان عن بداية الشهر القمري الجديد، وذلك إما بثبوت رؤية الهلال في اليوم 29 من شعبان، وعليه يكون اليوم القادم هو أول أيام رمضان، أو في حال عدم ثبوت رؤيته يكون اليوم القادم اليوم 30 هو المتمم لشهر شعبان، وبعده يكون أول أيام رمضان، وتبلغ مدة الشهر 29 إلى 30 يوما، ينتهي أيضا بثبوت رؤية الهلال، وعند انتهاء رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر. شهر رمضان عند المسلمين. وردت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتحدث عن فضل شهر رمضان وعن الثواب الذي يجنيه المسلم جراء تأدية هذا الركن من أركان الإسلام. فمن أفضل شهر رمضان المبارك ففيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهو شهر غفران الذنوب وكسب الثواب والرضا والتقرب من الله وإجابة الدعوات، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، صدق الله العظيم. وشهر تلاوة القرآن والإكثار من الصدقات، وهو شهر الصبر، فإن الصبر لا يتجلى في شيء من العبادات كما يتجلى في الصوم، ففيه يحبس المسلم نفسه عن شهواتها ومحبوباتها، ولهذا كان الصوم نصف الصبر وجزاء الصبر الجنة. ختاما نسأل الله عز وجل أن يجعل شهر رمضان الكريم سببا في تطهير قلوبنا وغفران ذنوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وصلاح أحوالنا ورفعة أمتنا، اللهم آمين.